مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وصلنا بالحديث لنقص الصفيحات thrombocytopenia. بمشاكل الصفيحات في بعض المعلومات الأساسية، خلينا نمهد الموضوع شوي. إذا كانت المشاكل على مستوى البلايتلتس، على مستوى الصفيحات، إذا صارت thrombocytopenia راح يظهر المرض على شكل نزوف بالجلد والأغشية المخاطية skin and mucous membranes. اتفقنا؟ طيب، أما إذا كانت على مستوى the clotting factors، على مستوى عوامل التخثر، راح تصير تظهر على شكل نزوف عميقة داخل العضلات، داخل المفاصل. اوكي، هي نزوف عميقة. هي اول فكرة. بالنسبة للصفيحات، لما يكون انت عندك وعاء دموي وصار فيه اذية، راح يجي بالاول عامل فون ويلبراند يرتبط بهالمستوى. بعده تجي الصفيحات الجميلة. الصفيحات راح ترتبط بهالمستوى، بتصير مرتبطة على مستوى مستقبل اسمه GP1B. طيب، بعد بتتفعل وتصير تنادي رفقاته وترتبط فيهم، فصار في ارتباط، اجت باقي البلاتلتس وصار في هذا بسموه aggregation، تكدس الصفيحات مع بعض عن طريق مستقبلات اسمها GP2B3A. طيب، حلو هالكلام، وصارت الصفيحات عم تحاول تسد وتسكر النزف، بس مو كتير قوي، لازم يجيش يثبت أكثر. راح تجي عوامل التخثر وتشكل شبكة فوق الصفيحات حتى تكون الخثرة ثابتة. حلو الكلام بهالمستوى. طيب، فانت هاي بس كمقدمة. على مستوى الصفيحات عندك هذا عامل فون والبراند، هذا المستقبل GP1B. إذا فيه مشكلة على مستوى، في عندي متلازمة اسمها بيرنارد سوليه. على مستوى هالمستقبل، إذا كان في عندي مشكلة، عندي غلانزمان. طيب، هاي عم بحكي على أمراض. إذا عم بحكي على مستوى الأدوية، هاي الصفيحات نفسها، عندي مستوى أنزيمات، أنزيم الكوكس، راح أعطي أسبرين. ليش؟ لأنه راح يوقف أنزيم يؤدي إلى ظهور المستقبلات وتراكم الصفيحات، وبالتالي الأسبرين له دور، راح نحكي عنه إن شاء الله بعدين. عندي دواء آخر ضد مستقبلات الـ ADP اسمه كلوبيتوغريل. الصفيحات لما ترتبط مع بعض، في عندي دواء يمنعون اسمه أبسكسيماب. وأنا بس عم بحاول أعطيك صورة من بعيد على مستوى الصفيحات. طيب، إذا اتفقنا إذا صار في نقص بالصفيحات أو سوء بوظيفته، راح يكون في نزوف جلد وأغشية مخاطية. في زمن سابق اكتشفوا بالكتب هو البليدنج تايم، قل من بطل حد يعترف فيه، أوكي؟ لكن هو إذا كان في مستوى مشكلة بمستوى الصفيحات هو اللي راح يرتفع، أوكي؟ هذا بشكل عام. نقص الصفيحات تحدث الفرفريات البربورا والكدمات البروسينج إكيموسيس والنزوف العفوية، يعني نزوف أغشية مخاطية بالفم، الأنف، هضمية هامة جدا، طمثية هامة جدا جدا جدا. كل الشيء اللي بيخطر ببالك إنه الصفيحات فرفريات، هكذا، هذا اللي ضل بذاكرتنا. لكن لما تجيك على شكل نزف طمثي، غزارة طمث، قد يكون السبب مشكلة صفيحات، اوكي، او حتى عامل فون والبراند. لكن الفكره بس اللي يحفرها بذهنك انه الصفيحات قد تسبب نزوف طمثيه، هام جدا. والشيء بالشيء يذكر، كل النزوف الطمثيه، غزار الطمث مثلا، نفرض مينوريجيا، كل الناس يختار انه اوكي مشكله نسائيه، لكن الاشياء اللي ممكن تروح عن البال، قلت لك مشكله الصفيحات، مشكله فون والبراند، هايبوثايرويد، مشكلة الدرق، قصور درق، هاي الأسباب تؤدي إلى غزارة طمث، أوكي؟ وتنتسى، تنتسى صفيحات، فونولبراند، هايبوثيرويديزم، أوكي؟ هلا لما يصير، يعني عادة لما يتنقص الصفيحات، فنفرض التعداد الطبيعي للصفيحات هو 150 ل 450 ألف. لما تكون الصفيحات فنفرض 30 ألف، راح تشوف فيه فرفريات، راح تشوف كدمات، لكن بمعنى آخر، هالنزوف العفوية
ممكن تصير، لكن اكثر شيء تصير لما يكون التعداد اقل من 20. اوكي حتى اوضح لك الفكره. ماشي، وهذا الشيء بالصيغه الانجليزيه واضح انه spontaneous oral bleeding may occur but not usually until the platelet count falls لهالرقم. يعني النزوف العفوي بتصير عادة، لكن أكثر شيء لما يصير التعداد تحت 20,000. كلام عادي جدا. ما توضحت لك إنه النزوف اللي يخشى المخاطية وجد، ولا أهم شيء هضمية وطمثية. أوكي، وبالنسبة على مستوى الجلد لاحظ البتيكيا صغيرة جدا، يعني يسموه نزوف نمشية بالعربي. البربرة الفرفريات أكبر شوي، والإكيموسيس أو البروزنج تجي أكبر. ماشي هذا الكلام. طيب الفكرة اللي بعدها عم يقول تساعد لطاقة الدم يعني البلد سمير في كشف السبب. فنفعل على سبيل المثال إذا كان لوكيميا AML أو ALL ممكن تشوف أنت بالسمير، راح تشوف الكريات البيض مشاكلة مع نقص الصبيحات، يعني حيكون اللوكيميا هي مسببة لنقص الصبيحات. ليش؟ أنت بتعرف إنه اللوكيميا يتكاثر ورا على حسب الكريات البيض، فراح النقي راح ينشغل ويتعبى بالكريات البيض الورمية، فراح يصير عندك فقر دم ونقص صبيحات. شوي شوي ما راح نستعجل. شوف أنت عندك هاي الصبيحة الصغيرة الحلوة، ليش عم تنقص؟ إما المصدر ما عم ينتج صح، او بالطريق عم تتكسر عم تتحطم، فبالتالي مشاكل النقي او عم تتحطم بالطريق. هلا الخليه الاساسيه اللي تكون الصفيحات اسمها ميجا كاريوسايت. هي اذا كانت مشكلتي بنقي العظم، فنفرض ابلاستيك انيميا، راح تشوف هي الطلائع راح تكون قليله. اما اذا كانت المشكله هي بالتحطيم استهلاك صبيحات، اتفقنا لما صار في نقص صبيحات راح تحاول تعوض، وبالتالي هي الخلايا راح تكون اكثر زياده في النواه في حال فرفريه نقص صبيحات المناعيه الاساسي. هون الفكره، يستطب نقص صبيحات متى؟ هون فيني بكل قوه بقول لك انه هذا سؤال. نقص العدد عن 10,000، النزف اذا كان شوي عم يسبب مشاكل مزعج، خاصه اذا كان رعاف مستمر مثلا، او نزف مهدد للحياه. لاحظ انت عندك صار 3 اصطبابات هامه جدا قد تعطيك امتحان. مريض تعداده وصل ل 10,000 بس ما عنده ولا شيء، انقل له نعم، لان هيك رقم قليل ممكن على لحظه يصير عندي مشاكل. هذا الاصطباب الاول. الاصطباب الاخر هو النزوف، النزف مستمر، رعاف مستمر، وتعداد الصبيحات كان في النفوض 30,000. أنقل صبيحات، خليه يرتاح. نزف مهدد للحياة كالنزف الهضمي، مريض صبيحاته 30,000 مثلا وفي نزف هضمي، أنقل صبيحات فورا، أنقل صبيحات. أوكي، هاي هي الفكرة. معناها لما يكون عندي تعداد الصبيحات برقم معين مع نزوف مع مظاهر نسبية سواء رعاف أو نزف هضمي راح أنقل. مريض آخر ما عنده مظاهر نسبية لكن تعداد الصبيحات وصل لل 10,000 راح أنقل. وبالتالي اللي بيحدد أنقل ولا لا هو رقم الصفيحات مع وجود مظاهر نسبية أو لا، باختصار شديد. وذاكر لي يؤدي نقل الصفيحات لتلطيف عابر، يعني إنه عمره قصير حوالي 7 أيام. وكيس الصفيحات بتشوفه بنشفة بهذا اللون الأصفر، لاحظ هذا كيس الصفيحات. النقطة الأخرى، بما أن عمر الصفيحات قصير، الأسبرين بيعاكس أنزيم الكوكس بالصفيحات بشكل لاعكوس، وبالتالي لحتى تخلص من تأثير الأسبرين تستنى لازم الصفيحات تموت ويجي غيرها، يعني أسبوع. مريض يضع لعمل جراحي مهم ممكن يوقف الأسبرين قبل أسبوع من العمل الجراحي حتى تنتهي الصفيحات ويجي غيرها. ماشي، السلايد الإنجليزي اتفقنا على spontaneous، كلمة جميلة جدا يعني عفوي، spontaneous oral bleeding لما يوصل لتعداد 20,000 أو أقل. بالبلاد فيلم راح تشوف لو كان السبب ممكن يكون أكيوت لوكيميا، نقص الميجا كاريوسايت معناته مشكلتي بالتصنيع
هايبوبلاستيك انيميا. اذا كان الانكريزد نمبر اوف ميجا كاريوسايت معناها مشكلتي عم يكون في تحطيم، عم يكون في ديستراكشن. هذا باختصار شديد. النقطه الاخرى indications of transfusion، البليتلت كاونت less than 10، troublesome bleeding like epistaxis او life threatening bleeding like GI bleed. بهالفقره راح يذكر لي الاسباب، اسباب بالنقي بالمصنع او الاستهلاك مثل ما اتفقنا بهالرسم، بالمصنع او بالاستهلاك. بالمصنع اسوء تصنع النقي، ارتشاح بالاورام، لوكي بيضاد، ورم نقوي، كانسر، تليف، اي عوز بي 12 او فوليك اسيد لانه هي ضروريه التكاثر، واتفقنا انه تعمل بانسايتوبينيا هامه جدا. زياده الاستهلاك، بالنسبه لزياده الاستهلاك شوف هذا طيف الامراض اللي هو يسموه اعتلالات الاوعيه الدقيقه HUS TTP DIC. بهي الامراض الصفيحات راح تتجمع لسبب ما ضمن الوعاء وتشكل خثرة، لذلك بيسمي لك اياه نقص الصفيحات الخثارية. صح؟ صار في خثرة، كريات الدم الحمراء ماشية تحطمت اعطتني خوذة شيستوسايتس هيلمت سيلز، وبالتالي صار عندي احتلال دم، الصفيحات تجمعت وشكلت لي خثرة. هلا شوفوا الصفيحات متجمعين بمكانات مختلفة، فلما تجي انت تسحب تحلل دم سحبت الدم من هالمستوى، بهالمستوى الصفيحات قليلة، وبالتالي عندك نقل صفيحات، نقص الصفيحات لأنه هم متراكمين ومتجمعين بمكان معين. وبالتالي بهاي الأمراض الصفيحات استهلكت تجمعت بمكان معين، هاي هي الاستهلاكية. تخثر منتشر داخل الأوعية، الـ ITP الضاد بتهاجم الصفيحات، TTP HUS. بعض الأخماج ممكن تستهلك الصفيحات، اوكي راح نتكلم عنه ان شاء الله. فرط الطحاليه، هون في كلمه صغيره، هذا الطحال لما بيكبر احيانا يوصل لاضعاف حجمه، 3 اضعاف، 5 اضعاف، 7 اضعاف، فيكون حجمه كبير، فالكريات ممكن تفوت راح تتجمع فيه، وبالتالي ممكن يعمل لك نقص صفيحات، ممكن نقص كريات بيض، ممكن نقص حمر. ليش؟ لانه كميه كبيره، يستوعب كميه كبيره من الكريات، اوكي، وبالتالي ممكن يعمل نقص صفيحات. هاي هي الفكره. هذا الاستاذ الانجليزي نفس الشيء، نفس الاسباب، لكن في شيء ربط مع الاطفال. انت عندك على مستوى نقي العظام او كامراض ولادي، احنا اتفقنا عند الكبار اما عم يتحطم او مشكلتي بالنقي، كامراض صفيحات اخرى كوظيفه الصفيحات اتفقنا انه في على مستوى المستقبل GP1B كان عندي برنارد سوليه، وعلى مستوى الجي بي 2B 3A كان عندي جلانزمان. صح؟ والسول سول يعني واحد، وبالتالي 1B. صح؟ طيب في مشاكل بنقص الصفيحات، عندك مثلا الفانكوني ممكن يعمل فقر دم شامل، وعندك ويستكوت ألدريتش. ما راح اطول بالشرح، بس بالنسبه لويسكوت ألدريتش في عندك 3 اعراض اساسيه، راح يعمل اكزيما، راح يعمل نقص صفيحات، راح يعمل انفكشنز، انتانات متكرره. بفكره صغيره، ويسكوت ألدريتش هو متلازمه، هي خليه، الخليه في شيء اسمه سايتوسكيلتون، الهيكل العظمي للخليه، الهيكل الخليه راح تتحرك وتعمل استطالات، هي بحاجه لهالهيكل. ويسكوت ألدريتش مشكلتي انه الجين المسؤول عن هذا الشيء مصاب، وبالتالي الصفيحات اللي تتكاثر من الخلايا الاساسيه بحاجه الى هالهيكل الميجا كاريوسايت، فاذا هذا الهيكل مصاب راح يكون عندي نقص صفيحات. الكريات المناعيه اللمفاويات راح تلتقي، او البيض راح تعمل بلع للجرثوم، بحاجه انه تعمل استطالات، بحاجه لهيكل، الهيكل مصاب، وبالتالي صار عندي انتانات متكررة، عندي نقص صفيحات. اوكي، جلديا ما لقيت تفسير مقنع، بس عندي هي الثلاثية. على مستوى الأضداد عندي IgA مزداد و IgE هي المزدادة. فكطريقة حفظ صغيرة، يعني هذا كثير يجي على بالنا ويسكوت ألدريتش بالامتحانات أحيانا،
أو بنقاش مع الأطباء وسكوت ألدريتش. الطفل بيكون عنده كدمات وعنده أكزيما، صح؟ أكزيما وكدمات والارتفاع الأي والإي والأي، أوكي؟ بزمانه شاف واحد زعجه قال له وسكوت وسكوت، صح؟ سكوت يا جزمة، وسكوت يا جزمة، وبالتالي الهي الضربة عملت كدمات. فشو صار الطفل يصيح اي سكوت يا جزمة، وبالتالي وسكوت سكوت. على فكرة كثير بينتسى، إذا ما هو الطريقة بينتسى. سكوت يا جزمة، في أكزمة، في كدمات من الضربة، وصار يصرخ اي. اوكي طيب، بالنسبة لكثرة الصفيحات thrombocytosis بكلمتين قد يكون ارتكاسي، وده الشيء كتير تشوفه بالممارسة العملية، تشوف الصفيحات 500,000 مثلا. ليش؟ لاحظ فرط صفيحات ارتكاسي كما في الإخماج infections، أمراض نسيج الطام، خباثات كتير بتشوفه بالنسبة الهضمي، وكأنما عم يرتكسوا فورا للنزف، عم يستنفروا، نزف هضمي، خباثات، مرض جنسي، مرض نسيج الطام، اخماج. اوكي الاخماج والخباثات دوما تسبب ارتكاس، وبالتالي هذا ارتكاس بالصفيحات. على مستوى اخر، امراض بتكثر الصفيحات بس مو ارتكاسيه، خبيثه يعني، امراض التكاثر النقوي، فرط صفيحات اساسي وباقي انواع اللوكيميا. كلمه صغيره عن فرط الصفيحات الاساسي، المرض التيبيكال بيكون الزلمة كبير بالعمر، سبعينات مثلا، يصير فيه تكاثر صفيحات وتوصل للمليون صفيحة مثلا. هنا عندنا 450,000 توصل للمليون مثلا. وظيفته حصيلة سيئة، هو بيتعرض لنزيف. المرض اللي شفناه كان مرض 70 سنة مثلا، عنده نزف قديم دماغي، نزف صار له يمكن 6 شهور، وصار يعني طيعة أعراض عصبية، بلش ينزل وزنه شوي، أوكي؟ فبالتالي انت عندك خباثة، نقص وزن، تعب، صار عندك نزيف من سوء وظيفة الصفيحات، اوكي، وبالتالي كثرة الصفيحات اساسية essential thrombocytosis. بالسلايد الانجليزي نفس الكلام، reactive thrombocytosis infection malignancy، infection malignancy GI bleed، مريض نقصت صفيحاته، صار عنده نزف هضمي. طيب مريض اخر ما عنده شيء، صار عنده قرحة، صار عنده نزف هضمي، ارتكست الصفيحات وارتفعت، صار عنده ارتفاع بالبلاتلت. من ناحية أخرى قد يكون شيء ورمي، primary thrombocytopenia، polycythemia vera أو CML. هذا باختصار شديد. طيب كيف ممكن يسألوني عن نقص الصفيحات؟ على سبيل المثال السؤال المتكرر دائما من المظاهر التالية من مظاهر نقص الصفيحات عدا رعاف، نزف لثوي، كدمات، نزف نسائي، ولا نزف مفصلي. المفصلي هو الخطأ، والنسائي ركز لي عليه، كثير ممكن يخربطك انه تنسى انه هذا مشكلة صفيحات، لا ممكن يعمل هيك شيء. طيب سؤال اخر، هل نقص الصفيحات ممكن يعمل نزف دماغي؟ الجواب راح تشوفه كتاب الاطفال، هو الاشياء جلد واغشية مخاطية والكلام اتكلمنا عليهم، لكن نزف الدماغي يحدث إذا كان نقص شديد ومطول، ممكن يحدث نزف دماغي. هذا الشيء مكتوب بكتاب الأطفال. السؤال الآخر، يستطب نقص الصفيحات في الحالات التالية عدا نزف هضمي شديد، رعاف مستمر، تعداد صفيحات أقل من 10,000، لازم ننقل صفيحات. أو ممكن يذكر لك أنه يستطب نقص الصفيحات عندما يكون بدون نزف، عندما يكون التعداد 30,000، 20,000، 15,000، 10,000، 5,000، هون 10,000 وتحت. هذا باختصار شديد. إذا في أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. شوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.